نقول في الجمعة التاسعة بأن النظام مازال موجود ويجب أن نستمر، يجب الحراك السلمي أن يستمر، يجب أن لا نتعب، لأن هذا مستقبل تاع الجزائر وما لازمش نتوقفوا إلا إذا رموز النظام هذا يروحوا. أكثر من ذلك نوصي الجزائريين باش يريحوا في هذه المرحلة الحرجة، متحدين متحدين، لأن هذا الاتحاد هو اللي استطاع أن يحقق ما حققناه حتى اليوم. يجب أن نستمر بهذه السلمية بهذه الحضارية، ولكن بالاتحاد. الجزائريين 20 مليون 40 مليون هما اللي رايحين يحروا كل شيء، رايحين يكملوا الكفاح تاع الشهداء والمجاهدين اللي حروا البلاد. لازم الشعب يستقل حقيقة، وما يقدرش يستقل إلا بهذا النضال السلمي. نقول دائما لازم نبقاو سلميين، والعالم يشهد علينا بأنها نضال سلمي، بأنها مسيرات سلمية، وباللي المطالب تاعنا كشعب هي تحرير الإنسان، هي الذهاب إلى ديمقراطية حقيقية باش ننتخبوا بكل حرية، وباش الناس اللي ينتخبوهم في المستقبل المصدر الوحيد تاع السلطة تاعهم هو الشعب الجزائري. إن شاء الله أخويا.